أحمد العمودي مدير إدارة التغير المناخي. شهدنا اليوم توقيع 28 شركة لتعهد الشركات المسؤولة مناخيا ضمن الجلسة العاشرة للحوار الوطني للطموح المناخي. وضمن التعهد وصل إجمالي عدد الشركات التي وقعت على التعهد 90 شركة. ونسعى من خلال هذا التعهد لخفض البصمة الكربونية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي. واستهدف الحوار في جلساته السابقة عدد من القطاعات الحيوية كالقطاع السمنت، قطاع الطاقة، قطاع المباني، قطاع الشباب، وقطاع التأمين والقطاع المالي. أولا أهلا وسهلا فيكم في الحوار العاشر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو لتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذا الحوار العاشر لقطاع الصناعة في دولة الإمارات. تم قبل تسع حوارات سابقة مع عدة قطاعات مختلفة. أهمية الحوار هذا أنه يعني يأتي بجميع المصنعين أو معظم المصنعين في دولة الإمارات إلى نقطة التقاء مع وزارة التغير المناخي والبيئة، على أساس أن إحنا اليوم نعطي وعود، ولست وعود شفهية وإنما وعود على أرض الواقع، بأن نحن مع القيادة في تقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة القادمة. طبعا احنا اليوم في شركة حديد الامارات وضعنا خطة لتخفيض من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. الخطة كانت عبارة عن ان احنا نقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 40% الى العام 2030. ما تم تحقيقه الى الان، الى العام 2023 قمنا بتخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 35%، وهي نسبة كبيرة جدا، يعني متبقي لنا 5% خلال السبع سنوات القادمة. نسعى نحن إلى أن نصل إلى الحياد الكربوني في عام 2050 حسب الرؤية الرشيدة للقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا توجد لدينا خطة عمل واضحة للوصول إلى الحياد الكربوني. وصلنا خلال الأعوام السابقة، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات في عملية انخفاض ثاني أكسيد الكربون. لعل أهمها أن إحنا في عام 2022 قمنا باستخدام أو 80% من الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج تأتي من مصادر نظيفة، مصادر الكهرباء النظيفة. أيضا نحن نعتبر الشركة الوحيدة على مستوى العالم لإنتاج الحديد تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون، وبالشراكة مع مصدر وأدنوك تم إنشاء شركة ريادة التي بدورها تقوم بأخذ ثاني أكسيد الكربون المنتج من أو الناتج من عمليات التصنيع، ومن ثم ضخه في أبار النفط كبديل لغاز الغاز الطبيعي. طبعا مبادرات كثيرة حقيقة الشركة قامت بها لتخفيض الانبعاثات. على سبيل المثال أيضا نسعى حاليا إلى زيادة استخدام السكراب في عمليات التصنيع، مما سيحد أيضا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نعتقد أن هذا واجب على كل الشركات أن تقوم به. اليوم أصبح غاز ثاني أكسيد الكربون من أو التغير المناخي من إحدى النقاط الرئيسية التي تتم مناقشتها على مستوى العالم. إحنا دورنا كشركات في القطاع الخاص أو القطاع العام أن إحنا نقوم بالتزاماتنا بحيث أن نخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهذا أعتقد الحوار هو مجرد بداية للشركات القطاع الخاص والقطاع العام اللي بدأ يشكر على جهوده، واللي ما بدأ أعتقد هي نقطة الصفر للبداية مستقبليا إن شاء الله.